قرر الفنان تامر حسني التركيز في ألبومه الجديد، وبالفعل انتهى من تسجيل أغاني الألبوم كلها من فترة، وحاليا في المراحل النهائية والمكساج. تامر حسني انتهى من مكساج 3 أغاني من الألبوم، وهم كداب وأناني وأغنية ملكة العالم في النكد وأغنية يا عيون. واختار تامر حسني اسم عمري ابتدى للألبوم اللي بتنتجه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحينزل في موسم عيد الفطر اللي جاي. وبيعتبر ده الألبوم الـ11 لتامر حسني، وعشان كده قرر محبي تامر حسني عمل هاشتاج بعنوان تامر 11. ألبوم عمري ابتدى لتامر حسني بيضم 14 أغنية اتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكمان الموزعين، ومنهم أمير تعيمة ووليد سعد وتوما وتامر عاشور. ومن أغاني ألبوم عمري ابتدى لتامر حسني أغنية يا مالي عيني وأغنية الحارس الله وكان في واحدة ورحلة حياة وحبيبي خلاص وأغنية ما خلصتش كلامي وغيرها من الأغاني اللي هيفاجئنا بيها تامر حسني. أما عن فيلم تامر حسني الجديد فقرر أنه يبدأ التحضير ليه بعد أجازة عيد الفطر اللي جاي، وكمان بعد ما يطمن على ألبومه الجديد، والفيلم هيكون من إنتاج صديقه وليد منصور. ومن أيام حصل الفنان تامر حسني على جائزة أفضل مطرب لعام 2015 في حفلة الميوركس دور في لبنان، وقال تامر حسني من خلال الحفلة أنه مبسوط بالجائزة دي، ودي تاني مرة يفوز بجائزة الميوركس دور. وفاجئ تامر حسني جمهوره وحضور حفل الميوركس دور واللي أقيم مؤخرا في لبنان، وقدم أغنية يا بنت الإيه، ورقصت الفنانة سميرة سعيد معاه على الأغنية. وفازت كمان السنة دي سميرة سعيد بجائزة أفضل مطربة في مهرجان الميوركس دور ومهرجان الميمة. جائزة كبيرة ليها مصداقية كبيرة، بتكرم كل الناس، من يعني بيبقى في لجنة للتقييم، فالجائزة تحس ان هي مدروسة بجد، ولما بيجي لك بتبقى على حق، يعني بتبقى يعني مدروسة، في لجنة قررت ده، غير الفوت وغير محبة الناس لكل الفنانين، بس بيبقى في لجنة بتخصص العمل او الفنان.